محفوظ مدير اداري، مجدي عفيف اللي كان ظهر وصدنا على الشاشة هو المدرب العام. هذه المحاولة هنا ممكن الهدف الاول، هي الاول اعزائي المشاهدين. ادي هنا التمريرة الطولية الامامية لقدام، ادي احمد السلم، ادي احمد انطلق وحطها زاحفة ارضية مرت الى داخل الشباك، ومعها تمر الفرحة الى جماهير الشمس والى لاعبي فريق الشمس. هيحلو اللقاء. العصري على طول بيعمل واحدة بينية البكري، لكن في يا ولد لعيب عنده حلول وعرقلة، واعتقد كده فيها انذار. دور الاعضاء والشهره وقاده كابتن مصطفى يونس. عموما لمسه والثانيه سعيد طنطاوي لاحمد بكري اللي يعني بقول لكم بعد الهدف اللي احرزه غاب تماما عن اللقاء. هنا مرة تانية احمد سالم هجمة منظمة، بكري في وسط 2-3 منهوف ومعديها راجل. يا ولد لعيب معدية بكري، يا ولد على طول بيرسم خريطه كده دماغه في ثانيه. بكري ومرتدة، وبكري يقدر يخلص هذا اللقاء، واندفاع من امير وبكري، والمهارة الفردية عايز يعدي الراجل مهارته الفردية. بيلعب المرة دي عالية وبتطلع على طول مرة تانية لأحمد بكري. يلا يا أحمد بيلعبها حلوة بالاسم من اداؤه، وادي الكرة على طول بينية معدية امشى بكري يا احمد.
محمد سالم ومعديه ويا ولد يا بكري يا ولد. لا 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 لا, لا. كره طويله ما بين امير زكي واليماني ودي واحده حلوه حلوه دي كانت وادي هاتوا خطوة حلوة حلوة يا بكري حلوة يا بكري يلا بقى يا اخي بقى يا راجل يلا يلا يا راجل يلا بتلاقي الوسيمي اللي بيلعبها ارضيه لاحمد بكري يلا يا احمد وبيعدي بمهاره وبيعدي وداخل بيلعبها لاحمد فكري جوه الجول جوه الجول بالكرة على طول ياخد احمد بكري واحمد بكري ماشي وماشي بكري وماشي بيلعبها حلوة لصامويل جوه الجول وتروح مرة تانية لياسر اللي بيلعبها لاحمد بكري واحمد بكري سريع وماشي وبتعدي يلا يا احمد يلا يا احمد وداخل احمد بيلعبها ويلا يا احمد فكري جول جول طويله معديه بالضبط وادي بكري بكري محاوله فرديه من بكري العرضيه حلوه 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 تستاهل الراجل لكن على طول مقطوع في نص الملعب بكري شوف بقى الراجل ده بيمسك الكوره يا جماعه ما بيلعبش اي حاجه عارف يعمل ايه عارف بيعمل ايه وعينه فيها كابتن محمد ابو صابي يعني بيدينا تعبيرات لحارس المرمى حارس مرمى الشمس محفوظ حسين ادي المحاولات بكري ملعب نادي الشمس وتألق كامل ويا ولد لعيب يا ولد يا ولد بكري ويا ولد الحسنه بتاعته مش مظبوطه الحقيقه معتز حسن طاب يجيد اللعب في وسط الملعب وكظهير ايمن لكن دفع بيه كابتن اشرف قاسم الطاريه ناحيه الشمال يعمل توازن شويه ويقفل الحته دي ودي يا ولد لعيب يا ولد لعيب لك الكرة لكن بتلعب الكرة عكسية احمد بكري يلا يا احمد وداخل وبيلعبها لاحمد فكري مفيش حاجة مفيش حاجة جوه هشام لاحمد بكري احمد بكري لسه الكرة مع احمد وبيعدي احمد مهاري وسريع وماشي احمد بكري ماشي بيلعبها بينيه حلوه لكن